الشين غا في المشاكل ديال البنيه تسمت قنا خا الرخصه فلو بغيتو غاس بوا رخصه نهائيه يقراش بقيت البلان اوي تدفع لي الرخصه اشنو شنو الرخصه ما تدفع تلقى الطلاق واش تشن بوا رخصه تاران تخاكس مرفوض وخاش تاران قا زائد خاش ندير كنا نقنع بقاس من السبب اللي زاد كيما العند كل شيء لاني بدا ندير تشاكمر كيما زاد العند وبدا لقات ندخل بريد ولي في السقسي وثاني قاعد تشعل كلشي في النهار هي قاع ابنا ولا ذي الجيم راه صار بصح ولا ذي الجيم راه شنو القانون خرج بقى كني ابنا من غير قانون مشى القانون ما كيخرجش مشى سقيني ولا انا امي تسمح لي اسدك خرج مرض البلان هذا ذيك وثانيا نقيف والو واش طاري نهور خبا يعني شكلي مي غادي اذا بيوها مي غادي نكتش انت الدراق نزلزل ونوفر مع بعض غادي نحضر على روح الاداره وتفديه تقنيه محلف يفديه اني تا اندونجي تاخذ الخط تبدا حبيك يا تمسك قابطه انت تسكوش مي غادي نكتش وما قدي الخارج مي غادي يروح هو نسقط وردي وداني تعيش نقول لك اش هي في هدا هنتين اذا نشم نحار نطاور نخاص نزل روح ماني ياخذ الجنازه قم الهجره بارا الدولة قاعش الهجرة القروية خصها تريشا إني غان كل شيء ما راه ديرش أنا الحل المانية خصها هازون الحل شتي نازل الحلول القانون قاع نازلو خاز ما راه ديرش القانون راه نطبق راه نشني وتجمي غانا ليك تازم أنايا راكني توارع ثم واحد هذا الوالد الوالد يوضا سنتو بهاد السن هذه مدة 80 عام وحتى ديج النزاع شتي ليش النزاع الملكي ولا الإراثة هكا تهدد واحد الرقاد الشيخ يتهدد اخذ شراوان على الاقل ب 60 دار 60 دار يقال هدم يهد عليه ونشي بن دادي محمد يقال الهدم انسيفيدو جابير جمال اذا ما تسرب باش يتقال هدم ينش زيد شانو ذا وحرير الشمس انا هو يتحسب على ربيعه لوطار ربيعه لوطار زكبريه غيرين يتحسب السوانيع غاس مثلا ايجابي ون ولكن في حساب السوانيع زكبريه وين امير زكبريه هي ميال الشين يتو حساب ربيع لوطا السكان هنا ما راه الحمد لله يجو خاصني نزع انا كنت سفلي بيسو الى اخره مش ما تخصش استخدام السبب باش تضحي نوش نصيب يتهددان الهدم ما راه دين الهدم تخفوشي ما راه دين خاص الشين مستعد دين صارو خاص ولكن الشين قال مشاكل غاخ هو المشكل ثم واحد غاخ واصبر شوال نقول ثم واصل الارث بابا وش سنت بابا وش بشي وش هي تبابا نشتا ما ينجروا خمسه نوا وضيق تيثاوينو ما نغاك انتو دايرين نسن نش سيخ فينو ثلاث دار وغاي هجري صدق رجع ثاوينو ينا صدقن صدقن كيدي اكا مثلا طاوس القاس كيفاش نشي خصي الحريه لما غات القاس واحد شي خصي الحريه محروم تجي خصي العائله وما نغرح محروم تجي خصي العائله هكا السيد هو غير البار شي حاجه البار كي قال واحد وقد نسى الهدم يا خصها نسمت السمزي قد قال الهدم والمنطقه ياك وشي نهار رخصه ولا تجي وهذا نهار رخصه وهذا البلان البلان انا نتكد ولكن مي خايبنا رشوا غنت مواطو غاخشا عرو خاصو غاخشا قاناش قد مثلا قاناش قد الملف راحي تكدينا قان الاداره هذا قاناش قد قد فوتوغراف اود رشواغو ني خويتني نشوت شبيت حلقه الاداره وتيفد والو وراكم شنو هاد الحار شي وهذا ني واد الحار وهذا ني يبري فاش تقول الحمد لله تقول لك واش ندير من دابا مش انا ابري قايم لك جام شنو هو دابا ابري واد الحار واد اش المهم شنو هذا خدام تسمى محيدين اش ما شنو نجيبو المغرب الحمد لله الحمد لله المغرب واش خرج الحريه التامه محمد السادس الله ينصرو مشى خير الحريه التامه الشناخ ديال السادس مثلا السادس الشمالي اللي حضر الكويره واخو مغرب الشين ده واخو جبريل وراه غاريفي وراه سوسي وراه صحراوي الحمد لله الشين دي مغربيه لو مثلا مره الشين ده مثلا واخو النزاع ريكو سوسي وراه جات كناخ المشاكل قام جايت واعي غير تمسامان الشين ماني واخد جني عين الشين الحمد لله المغرب نهار كثار ها محمد السادس مشى في الحريه التامه وانت الحمد لله وانت عندي حدا قاخذ معروفين ما راه حد نعتبر الدخاس نقص نحكم واه هو النزاع مي علاش مي تهدد نداق شي حاموش مي غير حزغني ناقا مي غير حني حاموش نزغ واش هذا حنا المنظار اذا الشن قاس الوالد نسني هاجا خاص اي حارق يقاد القري يقال كوانس مسكين اي بغيت النصيب مي زغا يكتو ديال ساقي يقيد اقشي تسمى اي حاموش غادي يصنف فاز بنزار روح قال لا يحنجع الجهنه دمثلنا ديفاره مي غير حنينا كتاخذ الحلول الحمد لله نشنازو الحلول
نشتي الناس الحلول، ماشي نشتي ماشي ضد القانون، ماشي ضد الدوله، لا حاشا ولله، نشتي الحمد لله المغرب النخ خاص نمث، المغرب النخ الاجداد نخ مور الخاس، نشتي خاص نمث، نمث الاجداد نخ خدموات النخ، المغرب النخ الحمد لله، المغرب النخ غاسجن حريه تامه، اذا علاش كاين تعدى النخ خامية؟ علاش تعدى النخ خامية؟ ما السبب مزيخ تعدى نينا؟ نعم القايد القايد ما انت يتهدى داخل القايد يتهدى داخل من يا اخي يتهدد انت على كل حالة ياس هذه طالب بنت الدار اسيني غير الحيد ما رغاك القانون هنا واك شاء وان انت هذا مسؤولية انا رئيس مري الناس رئيس روح سيدير سياسة ماتريال مسؤولية انا رئيس مري الناس رئيس القايد راح سياسة ماتريال يخص بالديد من حقه ولكن تيه جمت خاخي تاس دوح حنس ايه جمت خاخ شخشي جمت خاخي داقش ماني ذا يويد الوكالة القايد الناس الحمد لله نشيل ني غاس واش مالي غاكم القانون مش مستعد مش راقي مستعد ولكن انا يتهدد مو علاش مالي غاكم رخصة وخشتاخت ولكن المشكل غاك نشين غاك 95 دي ميار كوغا دواخ تجي نهائيا ديال المعلقة 95 دي ميار كوغا دواخ تجي